تتوالى الخطوات على طريق استعادة الحياة في ظل جائحة كورونا، جديدها ما أعلنتها المفوضية الأوروبية أن تعميم شهادة التطعيم الرقمية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيكون اعتباراً من شهر يوليو المقبل، فيما قررت فرنسا فتح الحدود أمام المطعمين باللقاح، وهو ما يستجيب لتوصيات الاتحاد الأوروبي. فهل هذه الخطوات تسرع العودة إلى الحياة الطبيعية؟ من لندن معنا الليلة الطبيب الجراح في المستشفى الملكي دكتور أحمد المشتت. دكتور أحمد، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. ما أهمية هذا الإعلان اليوم عن ما يعرف بالشهادات الخضراء أو جوازات السفر الصحي أو الصحية من قبل المفوضية الأوروبية، وما الذي تعنيه بالنسبة للمواطن الأوروبي؟ طبعا هو هذه مثل ما قلت أنت خطوة مهمة للعودة بالحياة إلى طبيعتها وتسهيل إجراءات السفر. الحدود مغلقة الآن بشكل كبير، وحركة المواطنين خصوصا عبر الدول الأوروبية تقيدت بشكل كبير منذ بداية الجائحة لحد الآن. الآن بعد عمليات التطعيم في بريطانيا، في الولايات المتحدة وفي أوروبا التي الآن بدأت تزداد كثيرا، هناك مجال للعودة بالحياة إلى طبيعتها. استخدام جواز السفر، بالمناسبة جواز السفر بالنسبة للكوفيد 19 لا يخص فقط التطعيم، هو يشمل أيضا إذا كان الشخص أصيب سابقا ولديه مناعة، أو حتى أن يكون لديه نتائج فحص سالبة خلال 72 ساعة قبل السفر. هذه الشهادة هي تجعل السفر ممكن. هناك طبعا ما زالت اعتراضات كبيرة في قسم من الدول، في بريطانيا على وجه التحديد، حول الإشكالات الأخلاقية التي تدور حول هذا الموضوع. لكن دكتور أحمد، هناك اختراق لحرية أفهم منك أنه يعني يمكن الحصول على هذا الجواز لأي شخص يقدم نتيجة بي سي آر سلبية ولا يضطر الشخص لأخذ اللقاح؟ صحيح، هذا هو يعني ما أعلنته المفوضية الأوروبية اليوم، أن هذا اللقاح سيتم العمل به في بداية شهر يوليو. هو الشخص أن يكون أخذ جرعتين من اللقاح أو تعافى من اللقاح ولديه دليل على وجود أجسام مضادة، أو لديه نتيجة فحص سالبة خلال 72 ساعة من السفر. وشمل كل هذه العوامل هو لإعطاء الفرصة للجميع بموضوع السفر، وللتثبيت أنه لن يكون هناك تمييز بين الأشخاص الذين أخذوا اللقاح أو الأشخاص الذين لم يأخذوا اللقاح. هذه نقطة مهمة دكتور أحمد، لكن هل تنطبق أيضا على السياح الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، أم أنه فقط يقتصر على يعني سكان الاتحاد الأوروبي؟ الموضوع يقتصر على سكان الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، وأيضا يقتصر على أنواع معينة من اللقاحات. حسب اطلاعي على هذه المفكرة أن هناك أربع لقاحات مشمولة، لا أعتقد مثلا لقاح الصيني مشمول لأنه لم يستخدم لحد الآن، أو يعني حتى اللقاح لو تم الروسي اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية. هذا موضوع آخر. منظمة الصحة العالمية إذا اعتمدته ستشمل أعتقد كل اللقاحات المتوفرة أو المستخدمة. طيب عظيم. دكتور أحمد، خلينا ننتقل شوي للشق الطبي. كأطباء، هل تقلقكم هذه الخطوة؟ يعني اليوم بعض الدول اللي توجهت إلى فتح الحدود من جديد قد عانت من موجات جديدة من فيروس كورونا، هل تقلقكم اليوم كأطباء أو يقلقكم قرار الاتحاد الأوروبي فتح الحدود من جديد؟ طبعا موضوع السفر مقلق جدا، لأنه السفر دائما هو أحد الأسباب المهمة بنقل المتحورات مثلا. يعني في بريطانيا الآن الوضع مستقر وجيد رغم وجود حالات من السلالة الدلتا، وهي السلالة الهندية، ولهذا الحكومة البريطانية مترددة كثيرا بموضوع السفر، تريد أن تفتح كل الأماكن في بريطانيا في 21 من هذا الشهر، ولهذا هي حريصة على أن لا تفتح الحدود. يعني أعادت دولة البرتغال من القائمة الخضراء إلى القائمة الصفراء اليوم، وهذا سبب قلق كثير عند شركات السفر وعند الأشخاص الذين يسافرون. أعتقد حتى نهاية هذا العام
يجب أن يكون موضوع السفر موضوع محدود جداً، ممكن لزيارة الأهل أو لإجراء فحوصات طبية أو علاجات أو الدراسة، ولكن السفر لغرض النزهة والسياحة يجب أن يكون محدود جداً، لأننا لحد هذه اللحظة لم نخرج من الأزمة نهائياً. وهل هذه الشروط موضوعة بالنسبة لجوازات السفر الصحية أيضاً؟ لا، ما موضوعة، خصوصاً فيما أعلنته فرنسا هو أساس سياحي بالتمام، يعني فرنسا تشجع الناس على القدوم إلى البلد لإغراض السياحة. شكرا جزيلا دكتور أحمد المشتت على هذه المعلومات القيمة. حضرتك طبيب جراح في المستشفى الملكي وحدثتنا من لندن.